وقيد بس قيد حتى ال 14 اوت. يا ولدي كي تقعد من الصباح لليل وانت تقول لها نحبك نحبك نحبك، زيد مادام ما صححتش هيك الوريقه ازداق كينك ما عملت شيء، ما تصدقكش. قبل كي كنت صغيره كانوا هما اللي اختاروا لي لبستي، وهما اللي اختاروا لي قصه شعري، وهما اللي اختاروا لي كل شيء. حبك لبلادك كيف كيف، تحبها، قبلت صدرك الكرتوش، نفست الغاز، واليوم ناي باش نختار وحدي، والاول مره باش ننتخب وباش نسمع العالم الكل صوتي. مادامك ما مشيتش وصححت وقيدت روحك في الانتخابات كينك ما كملتش نص ثورتك. ما قيدت وانت وقيد باش تقيد. ثاني قيدت وانت وقيد باش تقيد. كانك مواطن تونسي عمرك فوق 18 سنة وتحب تمارس حقك في الانتخاب نهار 23 اكتوبر الجاي، لازمك تقيد روحك من توا في اقرب بلدية معتمدية في مكاتب الهيئات الفرعية ولا السفارات والقنصليات. ما تنساوش اللي بطاقة التعريف الوطنية لازمة، واللي اخر اجل للتسجيل هو 14 اوت. لاكثر معلومات زوروا موقع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات easy.tn.